يا صحابي وصحباتي، هنا ومحلك سر. بصوا وشوفوا مكرونتي، انما ايه في السر؟ ايه القمرات دول؟ معانا غنى هيثم وساره تامر، وهيعملوا لكم بقى احلى مكرونه او باستا بالتونه، صح ولا لا؟ صح صح؟ واثقين من الفوز؟ قوي؟ بتخشوا يعني المطابخ كده وستات بيوت وجامدين؟ ولا بنحرق حلل وبنبوظ؟ لا 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 خالص خالص. مره واحده بس. ايوه تعالي بقى قولي كده. قولي قولي. كنت انا واخويا في البيت لوحدنا. لا انا عايزه اسمع والجمهور عايز يسمع. كان في انا واخويا مره كنا قاعدين في البيت، فماما وبابا ما كانوش موجودين. فانا وبابا. اخوكي عنده كام سنه؟ داخل اولى ثانوي. وانت عندك كام سنه؟ انا داخله برايمري 5. طيب ها. قلت له خش سخن لي الاكل. ايوه. دخل سخن وجه نزل الاكل ونسينا، ورحنا على صوت شياط لقينا النار مولعه، وجرينا على بره واستناه ماما وبابا يجوا بقى. وسبت الدنيا تولع كده؟ حاولنا ما عرفناش، رحنا خرجنا بره بقى. فخرجتوا بقى وقلتوا يتصرفوا بقى. طب يلا ابتدوا، هنبتدي بايه الاول؟ الزيت. يلا نبتدي بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. انت خايفه تحطي الزيت ليه يا ساره؟ اصلا صحتك فيه. حطي كتري شويه يا ساره، انت بخيله ولا ايه؟ لا لا اوعي يا ساره تكوني بخيله. لا لا والله ما بخيله. ماشي هنشوف يا ساره. طب مين لما ما بيخلصش طبقه حد بيزعق له في البيت؟ ماما. بابا. بابا فلوسه. فلوسه يا ساره. بابا ولا بيزعق لما خلص طبق. هنشوح بقى. انا المفروض انا كده بغشش، المفروض دي مسابقه. بعرف اقلبها. يلا يعني هي جت على دي قلب. قولي لي بقى ايه الاكله اللي مش بتحبيها وبابا زعق لك وقال لك لازم تدوقي يا بنت؟ الكبده. اللي هو القلقاس ده ما بحبوش خالص. ده القلقاس جميل، ده انا بموت في القلقاس. لا الكبده. بيقول لي دوقيها، انت دوقتيها؟ اقول له لا. قال لي لا دوقيها هتعرف. اقول له لا. لا ما بحبش القلقاس. فهو كان يقعد قاعد لي لحد ما خلصها بس. قاعد لي كده لحد ما خلصها. طب ولما دوقتيه مش لقيتيه جميل؟ لا ما حبيتوش بقى يعني. برضه؟ طب والكبده لما دوقتيها دي مفيده وكلها حديد؟ لا كل شويه يقول لي دوقيها ما دوقهاش. اقول لهم لا. لا المكرونه صح؟ انا برتب لك. تمام يلا. هنزل بالمكرونه. حلو بتقول لك هنزل بالمكرونه. هننزل بورق الحيطه. انا بحب الطبخ اصلا. بتحبي الطبخ؟ انا كمان. بتعملوا ايه بقى؟ انا باجي على الفجر اعمل مكرونه. مره عملت كيك. واو. عملت كيك مره. عملتي كيك؟ الكيك جاهز ولا كيك كيك بقى انت؟ ايه المقادير بتاعت الكيك؟ كنت جايبه كيك كيكه وحطيتها في ال. يعني ايه جايبه كيكه؟ انت مش بتقولي انا بعمل كيك، جايبه كيكه ازاي؟ لا كيكه عاديه تاكل. فحطيتها عجنتها وحطيت فيها شوكولاته. جبتي كيكه عاديه كيكه اشتريتيها؟ كيكه كده لوحد كيكه كامله جاهزه. وعجنتها بعديها رحت حاطه في ال. رحت حطها فوقيها شوكليت. وحطيتها في الفريزر. في الثلاجه. الثلاجه كانت رهيبه رهيبه والله. وكده تبقي عملتي الكيك ونصبتي علينا كده. ايه اللي عملتيه؟ انت جايبه كيك جاهز وتقولي لي اللي عملته عشان حطيتي عليه شوكولاته؟ انا بفهم مكونات تحفه، ساعات بعملها بالموزاريلا. واو ده احنا ستات بيوت بقى. تاتا انت في سنه كام؟ داخل اولى اعدادي. ما شاء الله. عارفه اكتر حاجه ما شاء الله ملفته تيتي كمان شعرك. انت اصلا قوي على بعضك كلك. انا ايه؟ انت قوي على كلك كده. يا حبيبه قلبي انتوا اللي قمرين والله. هنعمل ايه بعد كده قولوا لي؟ هنحط التونه. يلا حطوا التونه. مين بيغسل المواعين في البيت، بابا ولا ماما؟ انا كل يوم. لا اكمل كلامي. بابا ولا ماما؟ فيش حد بابا ما بيساعدش؟ لا بابا بيساعد في الطلبات بامانه. ايه؟ بيجيب الطلبات. بابا بيجيب الطلبات والنبي بابا ده كده. لا يمكن بقى اللي بيغسل المواعين.
بابا ايه؟ بيودي الاكل، بيحول الاكل على الترابيزه. والله بابا وبابا مش عايزه اقول لكم، عايزين بقى نحط شعره ملح وشعره فلفل عشان زفاره التونه. حاضر. يعني ماما لما بتبقى عيانه بابا بيساعدها شويه يعني. انا مش عارفه كده، حساكي ماسكه افرديها شويه. لا لا معصومة، ما كنتش مملحه قوي. طب سنه بس اهو اهو كده اهو، ده احنا اللي صارفين. خلاص خلاص. امال لو عزمتينا هتعملي ايه؟ اديكي عليا طبعا. يا حبيبه قلبي اهو كله كريم. بس لا 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 فلفل بقى، نزود الفلفل شويه عشان انا بحب البهارات. مين بيحب زي البهارات؟ خلاص ما بهارات بعملها. مين شاطر في المدرسه؟ انا شاطره في الدروس كلها. انا شايفه في حد سكت كده، شفت حد سكت كده. مين شاطر في المدرسه؟ انا دي كل المواد. كل المواد وانا برضك شاطره في كل المواد، بس في ماده الناس ما بحبهاش قوي. انا بحب الماث بس الساينس ما بتقوش بالعكس خالص. بحب الدراسات قوي والساينس والانجليزي. لا طب انا عايز اسال سؤال بقى. طب مين بيعمل مشاكل في البيت؟ انا. ايه انت بتعملي مشاكل؟ عندك اخوات؟ عندي ثلاثه ما شاء الله. وانت اللي بتعملي المشاكل؟ لا انا بروح ارازيني، يعني بروح اسعد لها بماما تطلع اجري، فاروح عند بابا فاقوم اجي اضربهم. لا انا ببقى زهقانه. انت في سبب المشكله؟ وبتجري. انا ببقى زهقانه فاروح ارازيني لاخواتي. بتبقي زهقانه فبتعملي مشكله؟ وانا كمان. وانت زهقانه بتعملي مشكله؟ برافو يا ولاد برافو ما شاء الله. اكون مثلا مش طايقاه يروح جاي يروح ضايقني، اروح اضرب اجري وراه اضربه. مع انه كان زمان بيقول ان البنات هي الطف الكائنات. هي الطف زمان بره بره مش جوه. الجيل ده في البيت صغير ما شاء الله. بره لا، جوه عيب. طب وقولوا لي بقى ايه رايكم في التيك توك بقى والبنات واللي بيعملوا؟ نفسي ابقى مشهوره. انا ما عرفتش، انا حلمي اصلا صغيره صغري ان انا ابقى ممثله. انا بعمل تيك توك بس ما بنزلهوش، وعندي فولور بتوعي 150 لسه. انا عملت اربع ما بنزلش اصلا، خليه درافت بس. عملت اربعه وكلهم اتقفلوا. كلهم اتقفلوا ليه؟ عملت ايه؟ ما اعرفش. كل مره كل ما انزل حبه يروحوا مع ما تقفل. اكيد يعني في حاجه غلط بتحصل بقى. انا اصلا هننزل بقى بالميكروفون. انا اصلا نفسي اكون ممثله من زمان يا شيخه. من صغري انا نفسي. بتحبي مين من الممثلات بقى؟ بحب ياسمين صبري. انا وبتحبي ياسمين صبري. ياسمين صبري وياسمين عبد العزيز. واسماء كل ياسمين وياسمين عبد العزيز واسماء جلال. واو. لا ما بحبهاش قوي انا. ونفسي امثل مع محمد رمضان. محمد رمضان. طب احنا بنوجه تحيه بقى للنجم الكبير بقى الجميل اللي كلنا بنحبه الاطفال والكبار. ايوه الاغاني تحفه اصلا. محمد رمضان عندنا اهو اطفال بيحبوك وعايزين يطلعوا معاك. عايزه تعملي معاه دور ايه بقى؟ نفسك تعملي معاه دور ايه؟ ابقى قريبه من لسه قايله امبارح لمامتي. ما كنت خطفت بقى وايه وجي انقذني. هي عايزه تتخطف. استاذ محمد رمضان عندنا غنى هنا نفسها تتخطف وانت تيجي تنقذها. صح. ويبقى راكب حصان بقى ويجي بقى ياخدك. صح زي فيلم هارلي. زي فيلم هارلي. شفت العيال الصغيره. انا عايزه اموت في فيلم. عايزه اكون اكشن واكون مضرب ويجي حوش يعني فيلم اكشن. الاكشن بتاعته اللي هو بيعملها انا عايزه اكون طالعه فيها. ابقى مثلا حد يخطفني حد ضربني برضه نفس الكلام. هو يجي هم ايه العيال اللي بتحب العنف؟ بيبتي بحب البيبتي. نفسك حد ايه برضه تتخطفي؟ اتخطف او حد يضربني وهو يجي يحب. تتخطف او تتضرب. ايه ده؟ بيبتي بحب البيبتي قوي. نفسي امثل البيبتي الجزء الثالث بقى. ابقى مثلا عارفين وانا صغيره كنت بقعد اقلد نيلي وشريهان. بحبهم قوي. انا لا مش نيلي وشريهان اللي هم دنيا سمير غانم. ايوه دول صح في لا لا مش نيلي وشريهان. ماشي ماشي ولا نيلي بتاعت الفوازير عارفينها. لا اصلا بحب لو في مسلسل نيلي وشريهان. لا يعني انا نفسي مثلا في البيبي دي الجزء الثالث. مش هم في الاخر طلعوا ولاد عم. انا بنت عمهم الثالثه. انا دلوقتي هدوق اتفضلي واعرف مين اللي كسب. واكل قطمه من نحلي وكمان قطمه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تكون سخنه. بس ناقصه ملح شويه. ما انا قلت لك زودي. انا مزوده. انا قلت لك زودي. زودت والله حطيت كتير. ده
انت يا نصابه شفتك يا نصابه بتزودي الملح دلوقتي يا نصابه بعد وقت المسابقه بخلص. ايوه شايفين نصبه لسمه لمسه 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 لا صغننت ماشي بتطلع رهيبه رهيبه الملح مظبوط بس بصي هي بعد المسابقه ما خلصت يبقى انا يبقى كده المفروض انا الكسبان يبقى كده تعادل. ايوه ماشي خلاص بقى مش عشان هنقوم عشان هي حطت الملح قدام عشان انت حطيتي الملح خلاص بعد ما الطايم خلاص وشلنا الحاجه. اخر سؤال بقى عايزه اساله لكم، نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ ممثله. وغير ممثله تدرسي ايه؟ تكملي ايه؟ ما الممثله لازم تبقى دارسه. مدير الطيران. انت نفسك تكوني كل حاجه. مدير الطيران وقبطان ودكتوره وكل حاجه. لا اكتر اكتر حاجه نفسي ابقى ممثله مشهوره بقى. ممثله مشهوره بقى والناس تشاور عليك وتقول غنى راحت وغنى جت. طيب وساره؟ عايزه اكون اخش كليه الطب واكون دكتور، يعني هو كده كليه الطب دي بتاعت الدكاتره. يا شيخه صدقوا ان كليه الطب بقت بتاعه الدكاتره. لا بجد هو بجد بتاعه الدكاتره. كليه الطب يا اولاد بقت بتاعه الدكاتره تخيلوا. لا كليه الطب بتاعه المهندسين. طب انا ليه مش نفسي انت عايزك تبقى عايزه تكوني دكتوره. فهي يبقى كليه الطب بتاعه ايه؟ لا انا في الاول دكاتره. لا امال ايه؟ روحي اسالي ماما يا جماعه احنا دلوقتي بنشاهدكم يا المصورين اهو اللي واقفين، هي كليه الطب بتاعه الدكاتره؟ ها؟ بتاعت المهندسين. بتاعت المهندسين. لا انا في يبقى راجعي بقى. لا في الاول انا كنت عايزه اطلع دكتور بس يعني مش قوي. بس انا لما ماما قالت لي جراحه عايزه اكون جراحه. لا احب اقول لك ان كليه الطب بتاعت الدكاتره فعلا واحنا كنا بنختبرك. لا احنا لخبطناكي. ماما قالت لي لازم تطلع دكتور كويسه قوي في الساينس. انا جت كلام. لا احنا هنطلع دكاتره وفي نفس الوقت هنمثل وهنعمل كل حاجه برضو هواياتنا. ايه بس احنا لازم نذاكر ولازم نخش كليه كويسه برضو صح ولا لا؟ صح انتوا عارفين ان في دكاتره كتير برضو ممثلين. بجد؟ صح. دكتور يحيى الفخراني، دكتور عزت ابو وفا الله يرحمه، تقريبا اياد نصار اصلا دكتور. يعني كتير قوي. بجد؟ طبعا. وانا دكتور، انا دكتوره برضو في نفسي بكتب ريشتات بالعربي. مشاهدينا وبكده تبقى فقرتنا خلصت، بس اصبرنا ونوليا لسه ما خلصش. اوعوا تروحوا في اي حته، راجعين لكم تاني.